بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اعلمكم ازاي تعملوا فيديو كامل عن طريق الذكاء الصناعي، تمام؟ صور متحركة بانشائها عن طريق الذكاء الصناعي وبنخليها تتكلم كامل من خلال صورة. الصوت ممكن ان احنا نكتبه كتابة سواء عربي او انجليزي، او اننا نسجل الصوت ونرفعه على الموقع. الموقع اللي هنشتغل النهاردة اسمه هيدرا، تمام؟ زي ما حضرتك شايفين كده، هو بيطلب مننا التسجيل اجباري. هنسجل عليه عن طريق اي موقع للايميلات المؤقتة، لان كل موقع بكل ايميل او حساب بسجل بيه بيديني عدد من الكريدتس او النقاط بستخدم بيه. خلصت، مش هستنى لتاني يوم بقى، ممكن تسجل بايميل تاني. هو مرن بصراحة في النقطة دي. ندخل على الموقع مهمل، لموقع عربي بيدينا البريد الالكتروني الوقت. ناخد الميل كوبي ونسجل في الموقع، نكتب الايميل والباسورد. نعمل ساين اب. طبعا عن طريق من الطريقة دي ممكن انت تعمل فيديوهات كتير جدا وتعمل تنشئ محتوى قناة كامل لليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك، ان انت تكريت صور تخليها من عن طريق الذكاء الصناعي، او ان انت تعمل فيديوهات. كانت مشهورة اوي فيديوهات معينة كده، الناس اللي توفت بتحكي قصة حياتها بنفسها عن طريق الذكاء الصناعي، بيجيب الصورة ويجيب الكلام ويركبهم على بعض. الموقع ده اشهر موقع في انتاج هذه الفيديوهات. ان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل كل يوم فيديو عن المواقع دي كلها، ازاي تعمل فيديو، ازاي انك تعمل صور وبعدين تعملها متحرك، وازاي برضو تكتب نص وتعمل له قراءه عن طريق الذكاء الصناعي من غير ما تتكلم بصوتك. تمام، جاء كود التفعيل بناخده كوبي ونرجع للموقع تاني بنكتبه ونقول له كونفيرم كده. تمام، الحساب اتفعل ونبدأ ان احنا نقدر نشتغل على الموقع. اسمه هيدرا hedra.com. تمام، بنقول تراي بيتا. اول جزء اللي هو الايديو، في عندك جنريت ايديو واننا بتكتب الكلام بالكلام سواء عربي او انجليزي او امبورت. الجزء الثاني كاركتر اللي انا من خلاله بقدر اعمل الصوره. والجزء الاخير هو الفيديو. بنبدا اولا بالايديو، تمام؟ طيب خلينا نعمل الصوره الاول. ممكن نقول له الين اللي هو كائن فضائي. شيف مثلا، شيف كائن فضائي، ماشي شغال. هنقول له يا سيدي لبسولنا طاقية بيضة. شيف بقى وكده، حلو شغال. طيب الكلام بقى، انا من ما عندوش وقت بقى يقعد يكتب كلام، احنا ندخل على جي بي تي ونقول له ايه، الف لنا قصة، اكتب لنا اي هري كده خلي الشيف ده يقوله. جي بي تي مش محتاج تسجيل، بقول له stay locked out advised to be a good chef. نصيحة ان انا ابقى شيف كويس. بيديني شوية كلام كتير كده، ناخد منه اي جزء كده كوبي ونروح نحطه في المكان اللي عايزين الروبوت يقراه. نروح لهيدرا ونلزق الكلام ونختار الصوت من هنا. طبعا في عندك اصوات كتير، في معظم الكلام ما جاش لانه بيحدد لي 30 حرف 300 حرف فقط. طيب تمام، من ميزة الموقع ده انه بيقبل عربي وانجليزي، لكن في معظم الكلام العربي بيبقى محتاج ان هو يتعمل له تشكيل علشان ينطقه صح. طيب الكلام
قصدي كتبنا الكلام، نختار الصوت اللي هيقرأ ايميلي جورج اي حد يعني، وبعدين اخترنا الصورة. حلو حلو جورج ده ميتال ميتال. خلينا ايه ما شكله ايلين ده. اخترنا نقول له جنريت فيديو، يبدأ ان هو كده يركب الصوت على الصورة. طيب تقدر تعمل فيديوهات كتيرة كتيرة جدا عن طريق الفكرة دي. ممكن بقى تشغل دماغك وتبتكر كده وشغل ايه الخيال عندك. استختصارا الوقت خلينا نشوف حاجة تانية نعملها. نرفع صورة من عندنا، دي الخاصية التانية ان انا بدل ما اولد الصورة ارفع الصورة، صورة جاهزة عندي بكون موردة بالذكاء الصناعي او صورة شخصية اللي انا حابب اتكلم. وهنختار نفس الكلام، نقول له جنريت فيديو، هيخلي الكلام ده يتنطق على الشخصية دي. امبورت لو انا هسجل الصوت وارفعه، ممكن نزل اي اغنية من على النت وخلاص. وانت ممكن بعد كده يعني ايه تسجل محاضرات مثلا وتحط صورتك وتخليه هو ايه يتكلم المحاضرات دي. بس طبعا زي ما انت شايف هو بيبقى بوقت محدد 30 ثانية مكتوب جنب في اللي فاضل لي 305 كريدت. اول فيديو خلص، خلينا نشوفه كده. Master the basics. Start by learning fundamental techniques such as knife skills, sauteing, roasting. نتيجة مذهلة، الجودة عالية ومش حاطط هنا اللوجو. لا بس يعني النتيجة مذهلة جدا، تعبيرات الوش كأنها طبيعية. جميل، أول تجربة جميل جدا. خلينا نشوف الفيديو التاني. Becoming a good chef involves a mix of skills, knowledge, and qualities. Here are some tips to help you on your culinary journey. Master the basics. Start by learning fundamental techniques such as knife skills, sauteing, roasting, and baking. Becoming a good chef involves a... Becoming a good chef involves a mix of skills, knowledge, and qualities. Here are some tips. هنا جاب لي اللوجو في اللي هو الووتر مارك. طيب انا هوريكم برضو ازاي ان احنا نقدر نشيل دي. طيب احنا كده رفعنا الايديو، عاوزين نألف شخصية جديدة علشان نعمل الفيديو اخير. احنا كده رافعين الصوت وانتجنا الصورة وندمجكم مع بعض، يبقى ده تالت فيديو ان شاء الله عشان نبقى جربنا كل الامكانيات اللي موجودة على الموقع. ايليان لابس حلقة، جميل الصورة دي كويس. واحنا كده رفعنا الفيديو الصوت، نعمل جنريت.
على ما يعمل جنريت للفيديو، خلينا ايه اوريكم ازاي تشيلوا العلامة المائية من الفيديو بحيث ان الفيديو ما يبانش عليه البرامج او المواقع اللي انت استخدمتها. دخلنا على الموقع ده اللي هو الريموفال اونلاين فيديو قطر، تمام، هحط لكم طبعا اللينكات دي تحت الفيديو. بندخل عليه بنحدد الووتر مارك اللي عايزين نشيلها وبعدين نعمل له ابلاي. ازيك يا عقوش؟ بعدين نقول له سيف واكسبورت، تمام. بعد كده نضغط على السيف، شال اللوجو، جميل. بس في خط ابيض كده ممكن احنا نزود المكان اللي احنا ظللناه. نختار الفيديو تاني ونختار الريموف لوجو ونكبر سنه ونقول له ابلاي سيف اكسبورت. خلينا نشوف النتيجه. ممتازة، نتيجة ممتازة جدا، اللوجو مش باين، فيديو احترافي مش معروف انت عملته ازاي. ممتاز. خلينا نشوف اخر فيديو لسه ما اتعملش. طيب احنا رفعنا الصوت، انتجنا الشخصية، نزل اهو، تمام. نكبر شوية كده نشوف. دي اغنية نزلتها من على النت، يعني ما سجلتش حاجة بصوتي. التعبيرات الوش كأنها حقيقية، يعني لا ممتاز جدا بصراحة. واو جامد. خلينا الفضائيين يغنوا، لبسناهم حلقة. لا جامد جامد، لو ركزت كده في حركة الشفاف والسنان هتلاقي. لا جامد ممتاز. خلاص خلينا نشوف كده شغلكم في التعليقات، كل واحد يعمل فيديو يورينا كده، اكتب لي اللينك في التعليقات. لما تجينا شرح برضو في الموقع ده عرفوني. لا بس عاجبني. الفيشل اكسبريشن بتاعته جامدة كأنه هو بجد. ازيك يا اسطى؟ انا اغني يا عيلة.